السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كتبت إنشاء اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط يونت 2، إنشاء عن الدعوة invitation يونت 2 invitation. شنو منطوق السؤال يجيك؟ write on email on invitation، اكتب email دعوة. هاي آدم، مرحبا آدم. I have got to tickets for، أقول لك لقد حصلت على تذكرتين. My brother's birthday next Thursday. يقول Thursday هذه I، نعم. يقول لعيد ميلاد أخي الخميس القادم. You must come because the party will be amazing. يجب أن تأتي لأن الحفلة ستكون مذهلة. You must come، يعني يقول لك يجب أن تأتي، because لأن the party will be amazing، لأن الحفلة ستكون مذهلة. It will be on السعدون hotel، هي ستكون في فندق السعدون. Don't forget to come to the party، لا تنسى أن تأتي إلى الحفلة. On time it will start at 6 o'clock، في الوقت المحدد سيبدأ في الساعة 6 ضبط. In the afternoon، in the afternoon يعني نقول نقول وقت العصر هيجي. In the afternoon زين. I and or our friends will wait for you محمود. أنا وأصدقائك سوف، أنا وأصدقائنا سوف ننتظرك محمد. يو محمد، هذه يو محمد.